فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى من كرمه فإنه يجازي عبده المؤمن بجزائين، الجزاء الأول ثواب الدنيا والجزاء الثاني ثواب الآخرة، وهو أكمل وأرفع وأفضل. ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة، لأن ثواب الآخرة لا يقارن بثواب الدنيا. ثانيا، هذه الآية فيها دليل على أن الأعمال الصالحة يرجع نفعها لصاحبها ما دام في الدنيا قبل أن يلاقي ربه في الآخرة. ثالثا، هذه الآية تدل على أن ما يعمله الإنسان المؤمن من الصالحات سيراه مكافأة وثوابا سيرى ذلك في دنيا، فيرى مثلا صلاح أولاده، أو يرى مثلا القبول له، أو يرى مثلا تسديده في الرأي، أو يرى مثلا أن يرزقه الله حكمة، أو يرى مثلا بركة في الرزق وسعة في المال وأنسا في النفس وانشراحا في الضمير وغير ذلك من الجزاءات التي كلها يؤتيها الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن في الدنيا فضلا عما ينتظر المؤمن من حسن الثواب في الآخرة. فالحمد لله على كرمه.